السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنكمل الافعال المتعدية الى مفعولين، ولكن المرة دي ليس اصلهم المبتدأ والخبر. هما احنا كده اخدنا كل الافعال المتعدية الى مفعولين، اخدنا المرة اللي فاتت ظن واخواتها، المرة دي ان شاء الله هناخد بنسميهم كده افعال الايه، الكسوة او افعال الشحاتة، افعال العطاء، لها اسماء كتير كده كل مدرس بيسميها بطريقه. انا بعيدا عن كل هذه المسميات انا هعرفكم ايه هي الافعال، وممكن على فكره يقع مني كده فعل او كده، بس هم شويه افعال محصورين يعني ومعروفين. تمام. هناخد النهارده الافعال المتعديه المفعولين ليس اصلهما المبتدا والايه والخبر. تمام. يعني افعال بتحتاج لمفعولين ولكن مش اصلهم، مش شرط يكون اصلهم المبتدا والخبر. الافعال المتعديه إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، مش أصلهما المبتدأ والخبر غير ظن وأخواتها. طب إيه هي مثل الأفعال دي؟ الأفعال دي زي أعطى، عشان كده بيسموها أفعال العطاء. منح، ما هي أعطى زي منح. ألبس، كسى، منع، وسأل. طبعا في لسه افعال تانية زي مثلا سقى، واطعم، ووهب، وانزل، وعلم. كل دي افعال برضو بتتعدى الى مفعولين ليس اصلهم المبتدا والخبر، ولكن انتوا دراستكم بتاخدوا دول، يا دوب كفايه عليكم كده. تمام. عايزه اقول لكم يا اولاد ان اي فعل لازم وممكن ازودت عليه همزه في الاول بيتعدى الى مفعولين، بيتعدى الى مفعول، بيتعدى يعني بعد ما كان لازم افعله بيتعدى الى مفعول، ولو زودت عليه الفعل المتعدي همزه بيتعدى الى مفعولين. تمام يا اولاد. طيب يبقى اعطى ومنح والبس وكسى ومنع وسال، يعني ايه يا مس دي افعال متعديه المفعولين ليس اصلهم مبتدا والخبر؟ تعالوا كده نشوف لما اديكم جمله، طبعا هتشوفوا بقى في الجمله وهتعرفوا انتوا بنفسكم. لما انا اقول مثلا اعطى الغني الفقير مالا، اعطى الغني الفقير مالا. طبعا الفعل هنا الفعل اعطى فعل ماضي مبني على الفتح، طبعا هو الفتح المقدر بس ما علينا، دي مش مشكلتنا دلوقتي. الغني فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، لأن الغني هو اللي أعطى يعني هو الفاعل. الفقير أعطى مين؟ أعطى الفقير. الفقير مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة، بس مفعول به أول، مفعول به إيه؟ أول، منصوب وعلامة نصب الفتحة. مالا مفعول به ثاني، وخلوا بالكم من كلمة ثانية يا أولاد بتبقى عاملة كده، بدل ما يشبه الألف واللام بتبقى ثاني، ني من غير الياء. لو دخلت لكلمة ثاني الألف واللام الثاني هتبقى بالياء، ولكن هي من غير ألف ولام بتبقى كده بالكسرة. يبقى هنا فعل وفاعل ومفعول به أول مفعول به ثاني. تعالوا كده نعمل زي ما كنا بنعمل في ظن وأخواته، هنشيل الفاعل كده والمفعول ونشوف كده هننفع نرجعها جملة اسمه ولا لا. الفقير، الفقير مال، هل دي جملة انت استفدت منها حاجة؟ يعني دي جملة اسمية مبتدأ ومكونة مبتدأ وخبر، هو ايه للفقير مال ده؟ دي كلمة ودي كلمة، مستحيل يبقوا يكونوا جملة اسمية، ما فيش فيها، مش جملة مفيدة. يعني انا لو قرأت الفقير مال مش جملة مفيدة، ايه للفقير مال؟ فما ينفعوش يبقوا مبتدأ وخبر، فهم مفعول به اول مفعول به الثاني، ولكن عمرهم ما هيبقوا مبتدأ وخبر، ولا ينفع يكون اصلهم مبتدأ وايه وخبر. تمام كده. هو ده الفرق بين ظن واخواتها واعطى واخواتها. تمام كده يا ولاد. فهنا المفعول به دول الاثنين دول ما ينفعوش يكونوا مبتدا وخبر، وما كانش اصلهم مبتدا وايه وخبر، لكن هم مفعول به اول ومفعول به ثاني، وبيتنصب بكل الحركات اللي احنا قلناها في ظن واخواتها. اديني مثال تاني. لما اقول منح المعلم الطالبين جائزتين، منح المعلم الطالبين جائزتين. منح فعل ماضي مبني على الفتح،
المعلم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. الطالبين مفعول به أول، هما الطالبين اللي وقع عليهم المنح، تمام؟ الطالبين مفعول به أول. ماله منصوب وعلامة نصب الياء لأنه مثنى، يبقى مفعول به أول. طبعا منصوب وعلامة نصب الياء لأنه مثنى، والمثنى بيتنصب بالياء، وقلنا برضو المرة اللي فاتت. جائزتين مفعول به ثاني، منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كده دي الجملة كاملة. تعالوا كده نشوف منح المعلم ونشوف دي هتنفع تبقى مبتدأ وخبر ولا لا. الطالبان جائزتان، دي كلمة ودي كلمة، مستحيل يكونوا جملة، عشان كده قلنا ان دي افعال متعدية المفعولين ما ينفعش يكونوا ايه مبتدأ وخبر، وليس اصلهم المبتدأ والايه والخبر. كذلك ألبسة، لما اقول ألبست الأم اطفالها الملابس الجديدة طبعا، او كسى الأب اولاده الملابس الجديدة، منعت المال الفقراء مثلا. تعالوا ندخل في ألبسة كده، أما أقول ألبست الأم، طبعا الأم هنا إيه فاعل، أطفالها الملابس الجديدة. يا مس كل ده. البست فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء هنا تاء التأنيث لا محل لها من الاعراب. الام فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. اطفالها مفعول به اول، منصوب وعلامة نصب الفتحة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. الملابس مفعول به ثاني، منصوب وعلامة نصب الفتحة. امال يا مس الجديدة، الجديدة نعت للملابس، الملابس دي صفتها ايه؟ ان هي جديدة، يبقى نعت منصوب وعلامة نصب الفتحة، لان احنا عارفين ان النعت يتبع الايه؟ المنعوم. تمام كده يا اولاد؟ تمام. كذلك لما اقول منعته، اهو منعته الفقراء المال. طبعا لو انا يعني بخيله قوي همنع الفقراء المال، همنع ان انا ادي ايه للفقراء مال. تعالوا كده نشوف منعته. منع فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. الفقراء مفعول به اول، منصوب وعلامه نصب الفتحه، والمال مفعول به ثاني، منصوب وعلامه نصب الفتحه. ولو جيت اشيل منعته الفقراء المال، ما تنفعش خالص ان هي تكون جمله ايه اسمية. تمام يا اولاد؟ هو ده هي دي الافعال المتعدية الى مفعولين ليس اصلهم مبتدأ والخبر، ودول سهلين جدا 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 ومبقاش فيهم اي صعوبة. والاسئلة بتاعتها يا اولاد مش هتيجي طبعا زي ظنة واخواتها، لان ظنة واخواتها هيقول لي رجع لي الجملة تاني اسمية، هنا مش هيقول لي رجع لي الجملة اسمية، هنا هيجيب لي بس ويقول لي هاتي علامات الاعراب، او يحط الخط تحت الكلمة ويقول لي هاتي اعرابها، غير ظنة واخواتها. ظنة واخواتها فيها لعب اكتر، دول مفيش فيهم اي كلام خالص غير ما انتوا شايفين. مفعول به بالاول ومفعول به الثاني، الاثنين ما ينفعوش يكونوا جمله اسميه خالص. كل اللي احنا هنركز فيه علامات الاعراب فقط لا غير، ونركز ان اي كلمه تيجي بعد اعطى ومنح والبس ومنع تبقى فاعل وبتحتاج لمفعولين. ساعه ما اشوف الفعل ده في جمله فعليه اعرف ان هو لازم يحتاج لايه؟ لمفعولين. فركز شويه في الاعراب. ارجو يا سنه اولى يكون عجبكم الفيديو. طبعا الاسئله بتاعته اسئله عاديه جدا جدا، هيحط الخط ويقول الاعراب بتاع الكلمه دي ايه بس. وطبعا كلنا عرفنا علامات الاعراب، تعالوا نقولها قبل ما نختم الفيديو. تعالوا نقول علامات الاعراب بتاعت او نصب المفعول عشان تكونوا فاكرينها. علامات نصب المفعول، طبعا هي علامات النصب عموما سواء للمفعول او غيره. إذا كان مفرد، إذا كان مفردا أو جمع تكسير، وكلنا عارفين إن المفرد وجمع التكسير علاماتهم زي بعض بالظبط، ينصب بالفتحة. هما دول الاتنين اللي بيكونوا منصوبين بالفتحة، تمام كده؟ اتنين، إذا كان مثنى ينصب، أو جمع مذكر سالم، خلونا كل نجيب علامات زي مع بعض، أو جمع مذكر سالم ينصب بالياء. ثلاثة، إذا كان جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة. طبعا ما
تحاسبونيش على الخط، بكتب بسرعه. تمام. يبقى بينصب اذا كان مفرد او جمع تكسير بينصب بالفتحه، اذا كان مثنى او جمع مذكر سالم بينصب بالياء، اذا كان جمع مؤنث سالم ينصب بالكسره. في رابع حاجه بقى، طبعا كده جبت المفرد والجموع والمثنى، في حاجه تانية اسمها الاسماء الخمسه. اذا كان من الاسماء الخمسه ينصب بالالف، ودي الحاله الوحيده اللي تنصب بالالف، زي اباك، شاهدت اباك واخاك وحماك، بينصب بالايه؟ بالالف. انا قلت برضو اعرفكم علامات النصب عشان يبقى كده انا عملت اللي عليا، بالرغم من ان في علامات الاعراب الاصليه والفرعيه موجوده على القناه، بس برضو اكون ما قصرتش معاكم. ارجو بقى اللي شاف الفيديو وعجبه الفيديو لايك للفيديو واشتراك للقناه لو كنت لسه ما اشتركتش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.